طبعا بانتظار الشوربه السخنه مع الشيف رح ننتقل لكل شيء ريفيو على 2012، بلشت فيهم هذه المره الماضي وهلا رح بتكفيهم باليوم على الموضه. صباح الخير هادية. صباح الخير جوزيف، وصباح الخير لكل مشاهدينا. اليوم عن جد بنكون من مع حلقتنا بنقول باي باي لسنة 2012، وان شاء الله عن جد عن جد عن جد بعد ما بنشوف الاشياء والتغيرات الحلوة اجمالا بعالم الموضة، كل شيء حلو تقريبا بيكون عم بصير. سنة 2013 كمان تكون كثير حلوة بعالم الموضة وباشياء ثانية نكسر جرة يعني ولا ما بنعرف، بتعرف يمكن في ناس بتعرف انه حسب، انا من الاشخاص اللي بضلوا بتفائل كثير، بس في كثير اشخاص بيكونوا بضلوا عم بتشائموا هيك، بصفي قديش مثلا تكون السنه مثلا بيقولوا بالنسبه لهم هي سنه 2012 كانت هي عاطله وكارثه وبدري شو هيك، وبتطلع 2013 اضرب من سنه 2012 وبينسوا القصص المنيحه اللي مرقت ب 2012. ايه بتخيل، ايه في قصص كثير منيحه مرقت، في قصص عاطله، في اشياء مثل لكن مثل كل شيء على طول انه في اشياء منيحه وفي اشياء مش منيحه بتصير. كرمال ما يدهمنا الوقت وهيك بدنا نبلش من امبارح. الاسبوع الماضي حكيت عن الاشياء التغيرات، وصلنا على شهر جون حزيران بالكونترا تبع مارتن ماجيلا مع ماركت اتش ان ام. اما هلا اليوم بدنا نخبر كيف المصمم هادي سليمان. هادي سليمان بال 2012 عين الديزاينر دايركتور لدار ازياء ايف سان لوران، بعد ما كان هيدي سليمان بدار ايف سان لوران للرجال ورجع صار المصمم عند ديار، اجى هلا هيدي سليمان عند دار ازياء ايف سان لوران وعم بيهتم بكل الازياء للسيدات للرجال للاكسسوار. بالاضافه لهالشيء اللي عمل مثل ثوره كثير كبيره انه مين هو ليش عم يعمل هيك، اجا حتى غير هيدي هلا بفرجيكم، بطل اسمه ايف سان لوران صار اسمه سان لوران. سان لوران هيدا الاسم رجع على الاركايف تبع سان لوران، وبفتره الستينات وقتها بفتره البوب ارت وهيك وقتها انعمل هيدا اللوجو سان لوران. يعني هلا يعني كل الوين هلا بلشوا ابتداء من هالسنه كل المحلات اللي مكتوب عليها ايف سان لوران الفروع الاصليه تبع المحلات الاكسكلوزيف بوت رح يصير يشيلوا ايف، رح يصير سان لوران. بس كل شيء سان لوران من ناحيه التياب والاكسسوار وهيك، لكن بالنسبه للمكياج والعطور هيك بعد الايغريك موجوده اي اس ال ايف سان لوران بعدها موجوده، بس لكن على التياب والاكسسوار هيدي سان لوران، وحتى الستايل بنحسه عم بماشي العصر. اما هلا هون عم نشوف المصممه دوناتيلا فيرساتشي. دوناتيلا فيرساتشي اللي سنه 2012 كانت سنه كثير بارزه لهم ولهالماركه، خاصه باختفائهم لفتره طويله عن دور ازياء تقديم مجموعات الفود كوتور بهيدي الفتره بشهر جولاي، بفتره تقديم مجموعات خريف شتاء 2012-2013 للهود كوتشير، كان في رجوع كتير كبير لفيرساتشي بفترة الأسبوع الموضة الكوتشير بباريس. هي بالإضافة لهالشي كمان دار أزياء فيرساتشي عينوا مصمم لماركة فيرسوس وهو كريستوفر كين. كريستوفر كين من أحد المصممين الأمريكان اللي عندهم نجاح كتير كبير وعم ياخدوا كتير سكسي، عين ليهتم بماركت فيرسوس بعالم الموضة لماركت فيرسوس. بالإضافة لهالشي أكيد بيهتم بنفس الوقت ودوناتيلا فيرساتشي بتهتم بالماركت الثاني بالنسبة للكوتور وماركت فيرساتشي. بالنسبة لهون شو عم نشوف؟ ما إذا فينا نفرج الصورة على كبير، هون عم نشوف العرض يلي غير وعمل سكسي كتير كبير وهو عرض كريستيان ديور. عرض كريستيان ديور هيدا كان بعد فترة بعد سنة لينقوا المصمم ليجي ويحل محل جون غاليانو. هيدا العرض يعني كسر نمط وكل شيء
وانه عمل تقريبا اكثر من مليون ورده على الحيطان من كل الالوان، هو كان عرض كريستيان جار. المصممه عند كريستيان جار واكيد شفتوه وسمعتوه لان كان خبر العصر اذا بينا نقول بهيدي الفتره، المصمم راف سايمونز. راف سايمونز يلي كان عند جيل ساندر واجا عند دار الازياء العريق كريستيان جار، وبهاللونش تبع المجموعه ولونش لايرا جديده بنظره الموضه الجديده بهيدا العرض حضروا كثير من المصممين الكبار مثل مارك جيكوب، الباز، ريكاردو تيتشي، وعز الدين علايا، دوناتيلا فيرساتشي، بيير كاردان، اوليفييه تيسكان، وجان فان فورتيكر. كل هيدول المصممين كلياتهم اجوا ليحضروا خصيصا هذا العرض لدى جار مع المصمم الجديد راف سايمونز. هون عم نشوفه للمسيو للاشخاص يلي ما تعرفوا عليه، هذا المصمم يلي كان بتعرف كل مصمم بيجي عند دار ازياء ديار بيعمل مثل هيك ثوره كثير كبيره وبيبقى الكونترا بيكون لفتره معينه. فالنتينو كمان كانت هيدي خبريه من الاخبار، نبيع لجروب لبيك انفسترز بقطر فالنتينو، تقريبا نبيع حزر بدي فالنتينو دارازي فالنتينو كماركة نبيع لجروب انفستر بقطر من قطر نبيع ب 700 مليون يورو. مين قبضهم؟ ما بعرف مين قبضهم؟ مسيو فالنتينو مش هو يعني، بس ما هو الشركه تبعيته كانت ضلت لهلا قبل ما تنشر كانت اندبندنت. بيبقى الاسم وبصير مصممين جداد. لا ولا مصممين جداد. شو؟ بضل هو هون، هون هون في ضياع. فوكس جوزيف. طب اذا نبيع فالنتينو لا فيها الفيوتشر تكون مثلا هلا مثلا ل اونرز انفستر معينين فيهم يعرضوها للبيع وتشتريها انفستر، بس بتضلها تلفزيون موجود وكل شيء. ونفس الشيء لما بيجروا اي ماركه اي دار ازياء بيضلوا الاوبريشن ماشي وكل هدول القصص، بس حسب اللو في مثلا بيقولوا مثلا عندهم هن حريه ينقوا المصمم اللي بدهم اياه، يشيلوا المصمم يعني بالحاله. يعني اللي عايز جداد بفوتوا افكار جديده. لا في حسب الكونترا، حسب الكونترا، حسب الديل. هلا ما احنا منا بزنس بس انه حسب الديل اللي بصير. ايه في كثير مثلا مثل على فكره جيفانشي حتى اوضح لك اياها، وقتها بيع لانفستور وبالكونترا تبعه ما حافظ على هو اسمه، سو طلع جيفانشي وصاروا يعينوا مصممين من برا. بس شو بشعه. نفس الشيء جيل ساندر كمان بيعت لجروب، نسيت شو اسمه الجروب كمان، بيج انفستر كومباني، وتطلعوها هي بالكونترا تبعها ما بدها بقى تشتغل وهيك فلت جيل ساندر. وهلا لما فل راف سايمون رجعت بعد مدري كم سنه على دار ازياء، هن طلبوها ولا ترجع، هن طلبوها وقبلت العرض هذا، بس رجعت كموظفه بالشركه بالاسم تبعها. هيدي شغله ايه شوف شغله انه تغيرات بتصير. هلا كل حال مسيو فالنتينو بعد هون هيدي الصوره عم نشوفها، هيدي عيد ال 40 سنه لدار ازياء وللكوتشير وهيك، وقتها قال باي باي وصار فيها هلا مصممين اصلا هو اختارهم وهن عم بيصمموا، بس اكيد بالمحافظه على الاسم تبعه. بشهر اوغست 7 اوغست توفت احدى اهم الفاشن جورناليست بعالم الموضه انا بياجي، المصممه الصحفيه الموضه الايطاليه يلي اللوك تبعها شوف جوزيف كانت تتميز باللوك تبعها كلياتهم بينطروها مناطره لتكون على الفرونت رو. توفت على عمر ال 81 سنه وظلت فيري اكتيف لوقت لما توفت. بانانا ريبابليك الماركه تبع لجروب اللي عندهم جاب وكلياته، هلا عينوا مصمم، جابوا مصمم وهو عنده نجاح كثير كبير، ناسيسو رودريغيز يلي هو هلا اصبح المصمم عند بانانا ريبابليك. هون عم نشوف مصمم ستيفانو بيلاتي. ستيفانو بيلاتي هو اللي كان المصمم عند إيف سان لوران وترك وحل محله مثل ما قلنا هيدي سليمان. اما ستيفانو بيلاتي صار يتساءلوا الحرم كيف فل وليش قرر يفل هيك فجاه، راح انضم هو الكرييتيف دايركتور عند
زانيا، جروب زانيا بس يختلف يعني كليا يعني بيختلف كليا بس لازم تستنظر عن زانيا الموضه الرجاليه رح تكون كمان شيء كثير مختلفه وكثير مميزه لانه كثير قوي كمان هيدا المصمم. كيتي هومز اللي كانت مرته لتوم كروز وصارت قصه لما بدات لما طلقته وهربت وهيك، هلا هي لاول مره ماركه المكياج بوبي براون بيختاروها لتكون هي اول سيلبرتي لتتمثل الصوره تبعيتهم. ل 15 سنه جزدين الباجيت فاندي صار له من 15 سنه صمم، وهيدا الجزدين الباجيت عمل مثل ثوره للجزدين واصبح الجزدين من الماست هاف. من هيدي الفتره فاندي قرروا يعملوا جزدين، ونفس مش غير فاندي والجزدين، واخذ ورجع على الاسم فاندي بطريقه كثير كبيره، وعملوا مثل فتحوا مثل بوب اب شوب بهيدي الفتره بالمناسبه بشهر سبتمبر، ولكل محبين الباجيت لفاندي اكيد صار لهم فرصه يشتروا الجزدين تبعونهم. بس بحب ذكر انه وقتها جزدين فندي هيدا الجزدين عمل ثوره كثير كبيره، صار كل المصممين يصمموا موديلات خاصه للجزدين ليكونوا ذا ماست هاف باج. هيدي بالنسبه للاخبار، وشوف عندنا شيء اخبار قبل ما اقول باي باي. خلص وقتنا بس في عنا بعد شي حلقة عن الريفيو. لا لا خلص خلص انا زهقت. 2012 بتبلش 2013، وشو ان الاشياء من سنة 2012 نقدر نلبسها، والموضة اللي حتبقى لهالسنة نقدر كمان نتمتع بالحصومات نشتريها. اخر خبرية بلشت الحصومات معك هادي هلا، حصومات كبيرة هلا بلشت كبيرة من 30% ل 50%. اخر خبرية ما اذا فيكم تعطوني اياها، كمان الصحفية الموضة اصبحوا عم يعملوا كمان ياخذوا ادوار كثير كبيرة. انا وينتر، انا وينتر من احدى هيدي جيل صندوق لحظة، انا وينتر، انا وينتر من احدى اهم صحفيات الموضه، وهي هي الادر ان شيف لدى مجله فوغ، وكل صحفيه بينطروا رايها، المصممين بينطروا رايها وشي وكل هدول القصص. هي هلا بفتره وقت الانتخابات لاوباما جابت له سبونسر كثير كبير، وهلا طلع مثل رومر اشاعه انه معقوله انت وينتر تصير سفيره، يحطوها سفيره بفرنسا. هلا هيدي كانت إشاعة ورجعت هي كذبت الخبر انه لا هي رح تبقى الاديتور ان شيف لدى فوغ، واكيد في عندها مشاريع ثانيه. هيدا بالنسبه لاخبار 2012، وانا بقول 2012 باي باي، وخلينا نستقبل 2013 بطريقه كثير حلوه. وهلا مع عاصفه بدنا تيب سكي. اي يوم 2013 رح تبلشي؟ جمعه؟ لا امتين خميس. امتين احنا اليوم شو؟ ثلاثة. اوكي انا مين؟ الجمعة. الجمعة انا بنكون المصممين الشغلة الاساسية، الشغلة الاساسية انه 2012 2013 و14 و15 هادية رح تضل على الموضة. بنشوفها فاذا نهار جمعة بفقرة على الموضة. لكل مشاهدين وقفة بسيطة وبعدها بنعود للمتابعة مع كيك سبانغ مع الشيف شادي، وكمان خفيف نظيف رح نحكي اليوم عن أربعة دايتس فيجيتيريان اللي هي أنتي كانسير إيدز. بنشوفها بعد هالوقفة الإعلانية، خليكم معنا.